السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبينا احنا هالمحاضرة السابقة تناولنا كيف نوضح الخطوط الكنتور لاين، الخطوط الكنتورية بالاستعانة بخطوتين، اما اللي هي ديجيتال إليفيشن موديل، نموذج الارتفاعات الرقمية الخاصة بمنطقة الدراسة، او اللي هو هذا الدم احنا نسميه، او الخيار الثاني انه اني انطي هاي الارتفاعات الخاصة بمنطقة الدراسة عن طريق خاصية الكريجينج فيتشرز. هسه لاحظ هنا هذا الدم العفو الكنتورز ألفناه أو سويناه عن طريق الدم، لكن دائما نلاحظ أنه يظهر مشوه أو غير واضح، خاصة مثل هسه أنا أريد مثل هذا المتواجد بالبحث، أدي هذا البحث حاليا هنا، أريد مثل هذه الخطوط موضحة بهذا الشكل ومرتبة، فما يعني الخطوط اللي تنتج الخطوط الكنتورية بالاستعانة بموضوع فدائما نموذج الارتفاعات الكنتور اللي نسوي عن طريق نموذج الارتفاعات الرقمية، طبعا احنا تعلمنا مسبقا ان الكنتور اسويه عن طريق هذا الخيار اللي هو Special Analysis Tool Special، هاي هنا لاحظ اغلق كل هاي الخيارات وهذا ايضا اغلقه واغلق هذا الخيار ايضا حتى تكون واضحة امامي، وكذلك هذا الخيار اغلقه اللي هو الخاص بالـ Special Analysis Tools. هذا الخيار من Special Analysis Tool تختار هذا الخيار، بعدين تروح على Surface، ومن Surface تختار يعني هذا الخيار مغلوق، تكون تروح على Surface، هذا هنا Surface، تروح على الخيار الثاني اللي هو Contours. الكنتورز يطلب من عندك راستر، فعندك راسترين، اما هذا الراستر اللي هو اللي انت الفت عن طريقنا عن طريق هسه راح نجي نتناوله، او عندك هاي اللي بدون راستر اللي بدون ارتفاعات ما يفيدك، ما يطلع لك كنتور لاين او الدم، فرسمناه احنا عن طريق الدم. لاحظ شلون ظهر، ظهر مشوه يعني عدم وضوح بالكنتور لاين، فشنو اسوي؟ اروح ارسم الكنتور لاين عن طريق النموذج الارتفاع، عن طريق الاليفيشنات اللي انا مثلتهن بالاكسل. يعني شنو معناها؟ هسه انا مو مثلت ملف اكسل واستدعيته هنا اللي سويت اصلا من عند الرسم التوزيع المناخي، على هذا التوزيع المناخي هسه خلي الغي هاي، عاد لاحظنا هنا هذا الرسم يكون نوعا ما انه مشوه يعني، فما راح يكون بالدقه، هذا في الكنتور هذا راح الغي، تمام؟ يعني اوقفه من هنا. هسه شنو اسوي؟ مو عندي انا ملف اكسل جهزته بالوذر ستيشن اللي هي اسمائهن، وبالكوردينيت اللي هي خاص باللاتيتيود واللانجيتيود والاتيتيود، هذا الاتيتيود اللي هو الاليفيشن هو هذا اللي اختاره، فشلون اسوي هسه انا الاتيتيود هنا؟ اروح على هذا الخيار افعله اذا كان يعني حبيته يكون الرسم بشكل واضح مثل ما هذا البحث هنا، فاروح على هذا الخيار افعله فقط الاتيتيود. شلون افعله؟ اروح على الارك جي اي اس، اختار هذا الخيار ارك تول بوكس، تمام، اختار 3 دي اناليسيس تول، اختار الجريدنج اللي هي الخيار الثاني، هاي هنا أنا راح اختار اول شيء الراستر اللي انا خزنته كشيب فايل اللي هو هذا نفسه ملف الاكسل خزنته بصيغه تكست تاب ديميليتد واستدعيته بالار تي جي اي اس، فهنا أنا راح استدعي وحولته كشيب فايل خزنته لهنا اريده كفيتشرز يعني شيب فايل. يقول لي يا زوم راح تدخلينه، راح اقول له دخلي الاتيتيود اللي هو هذا الاتيتيود اللي هو نفس الاليفيشن، تمام. هسه بعد ما اعطي هذا الخيار الاتيتيود دخل لي اياه حتى اضمن انه الاتيتيود راح يصير بشكل لكل هذا، اروح على هذا الخيار الانفايرومنتال، اختار هذا البروسيس اكستنت. ليش هذا الغرض من عنده؟ حتى اضمن انه انا التوزيع اللي حيصير للارتفاعات او لاي متغير مناخي، توزيع كنتوري للسقيط لدرجات حراره لغيرها، يشمل فقط منطقه الدراسه، لا يكون اكثر ولا يغطي نص منطقه الدراسه، لا منطقه الدراسه فقط بالكامل. فاروح على هذا الخيار مكان ما ديفولت اقول له اس شيب فايل، اختارينه سيف اس لاير شيب فايل، اقول له اوكي، اقول له اوكي راح يرسم لي النموذج الارتفاعات الرقميه
أكبر لك الرسم حتى يكون واضح أمامك. كل خطوة تسويها سيبها. لاحظ هاي انطاك بالأسفل بالشكل الصح كريجينج إنه تم بالشكل هذا. هسه هناي هذا نموذج ارتفاعات رقمية أنا سويته، لأن هذا أقدر أسوي من عند الكنتور راح يكون مرتب مثل هاي، ما يكون يعني هنا، لأن تعرف نموذج ارتفاعات رقمية حقيقي وواقعي راح يكون ما أو يعني مثل ما نقول بالشكل يعني إنه الكنتور مالته منتظم، راح يقول يعني ان ريجولر. فشو سوي هسه انا بالخطوه الاولى بعد ما رسمت هذا الكونتورز هناي ظهر لي بهذا الشكل. لاحظ انا رسمته مرتين، فهسه واحد الثاني شيب 4 شيب 3، فهسه انا مجرد علمتك شلون ترسمه، وانا وضحت لك هذا الشيء بالمحاضره السابقه. فهذا الغي، لو هذا اريد افعله افعله، بس ماكو داعي افعله. اروح هسه ارسم الكونتور بالاعتماد على الاليفيشنات اللي انا خلقتها عن طريق هذه الميزه اللي هي الكريجنج، وسميتها شيء واسمه سماه هذا الاسم وظهر لي. اروح على الارك تول بوكس، هذا اغلق من هنا، اروح انزل على سبيشال اناليسيس تول، من السبيشال اختار سيرفيس، من السيرفيس اروح على خط الكونتورز. الكونتورز راح يطلب من عندي الفيتشرز، شو ادخل له؟ ما ادخل له الدم، اول شيء هذا ما يفيد ادخله الا لان هذا بدون ارتفاعات، والخطوط الكنتوريه هي عباره عن خطوط ارتفاعات لمنطقه الدراسه، فهذا حتى لو فعلته وقلت له واختارته ما راح يظهر الخطوط. هسه لاحظ لو مختارته اني واقول له اوكي، اعطي مثلا انترفل كانه طول اعطي 10 مثلا او 15. لاحظ لان هذا مو نموذج ارتفاعات رقميه، هذا مجرد كان يوضح لي توزيع السقيط، ما بالارتفاعات، ليقول لي على اساس هاي المناطق اللي عندك هاي الارتفاعات. لاحظ رسم لي هسه هنا كنتور، كتب لي كنتور اي دي او، انها اعطاني صح، بس لاحظ اعطاك هسه رسم خطوط كنتوريه؟ لا، ليش؟ لان هذا النموذج اصلا اللي انا هذا اعتمدت عليه، دخلته الاي دي دبليو شيب 10، هذا مو نموذج ارتفاعات، يعني بي اليفيشنات، هذا بي اليفيشنات، هذا توزيع اليفيشنات، والدم بها إليفيشنات، هذا ما بي إليفيشنات، هذا بي توزيع سقيط بالملي معدي سنوي، فإذا هذا ما يفيدني، أنا بس حبيت أوضح لك إنه هذا الكنتور خطأ. أروح أختار هذا الخيار، أروح على الكنتور، إحنا قلنا إنه إذا رسمناه عن طريق الدم راح يكون مشوه، فراح أرسمه المرة عن طريق هذه الخاصية اللي هي الكريجينج شيب 3، راح يقول لي إيش قد تريده؟ لو أنطيته أنا مثلا 80، كل 80 كيلومتر امشي لي ارسم لي خط كنتوري. اروح ارجع لهذا الخيار ما انساه كلش ضروري عن طريق انفيرومنتال بروسيسنج اكستنت، اقول له اس شيب فايل، يعني غطي لي فقط منطقه الدراسه لا اكثر ولا اقل. اوكي هسه انطيته هنا اوكي، هسه راح يفعل لي بالاسفل يقول لي كنتورز ان العمليه راح يعني مثل ما نقول انه تتم، واسرع هذا من الدم، يعني رسم الكنتور بي البروسيسنج ياخذ وقت اقل من الدم. لاحظ هذا هنا هذا كمل الكنتور وظهرت الخطوط الكنتوريه، فهذا يكون افضل حتى ارتب. فاروح على خط الكنتور نفسه اضغط منه، ممكن انطي سمك اكثر اذا تريد انت، انطي 2 مثلا، واغير دائما الخطوط الكنتوريه تمثل بخطوط منقطه بالنسبه للجي اي اس، يعني المعلومات الجغرافيه، يعني هذا في شيء معلومه عامه. اختار هذا الخيار مثلا اقول له اوكي. لاحظ هنا هسه رسم لي الخطوط الكنتوريه الخاصه بمنطقه الدراسه وانطاني كذلك التوزيع. اروح امشي حتى هاي الخطوط الكنتوريه تكون واضحه. لاحظ هنا هسه هذا الخط الكنتوري، هسه هذا لو افعله، لاحظ هسه هذا الخط الكنتوري اللي فعلته عن طريق من؟ عن طريق نموذج الارتفاعات الرقميه الدم، هذا هنا لاحظ هذا اللي عن طريق الدم، لاحظ شلون مشوه، لاحظ شلون يكون مشوه، بينما هذا الثاني عن طريق نموذج ارتفاعات اني مثلته، انا انطيت اليفيشنات لهذه المنطقه الاتيتيود بالاستعانه بصيغه او ميزه الفيتشرز، وقدرت انه الكريجينج
فألغي هذا. هسه عندي هذا الكنتور اللي سويته عن طريق الكريجنج فيتشرز، ميزة الكريجنج. أروح على هذا الخيار اللي هو البروبرتيز، أروح على الليبلز، تمام، على الليبلز، أقول له ممكن أظهر لي الارتفاعات الخاصة بي، يعني أنا أريد تمثل لي الارتفاعات، يعني كل خط ايش قد ياخذ. أفعل هذا الخيار، وش يريد يقول لي؟ شو تريد تظهر أنت؟ تظهر الكونتورز؟ لو شو تريد تظهر الشيب لاين، أقول له مثلا ظهر لي الكونتورز، تمام؟ أقول له مثلا الخيار كذا، هذا أنطي أقل، مثلا أنطي 6، تمام؟ أقول له أوكي، هذا ممكن يكون بولد أو لا. نشوف، لاحظ هنا هسه ما ظهر لي، تمام، ما تغير شيء. أروح على هذا الخيار أقول له ليبل فيتشرز، راح يفعل لي إياها. لاحظ هسه هنا، هلا أكبر لك شوية الرقم، لاحظ هنا، انطاك الارقام كل كنتور ايش قد رقمه، هذا 400، هذا كذا. هسه احد يجي يقول لي انا لعدي مدى اشوف الارقام بشكل صح، اقول لك روح اتحكم بالخصائص اللي هي التمضيديه. اروح على بروبرتيز، اروح على نفس الليبلز، انا بوقتها صغرت الخط بالسايز. لاحظ هنا الخطوط الكنتوريه ايش قد طلعت من كانت مرتبه، اقدر ازيد السبك مالتها. هسه هنا على الليبلز اروح على هذا الخيار، مكان ما 7 انطيه مثلا 9، واختار مثلا الخط تايم نيو رومان، هذا تايم نيو رومان، انطيته بولد. بعد ذلك اختار هذا الخيار، اقول له اوكي، تمام، هاي راح يظهر لي هنا، ظهرت الارقام اللي باللون اللي يعني مثل ما نقول الاغمر. اروح على نفس الخيار هنا، اضغط عليه بالاسفل، ازيد السمك مال الكنتور، اسوي مثلا 1، وانطي اللون كذلك المناسب الخاص بي، يعني كأن يكون اوكي اسود لا بأس. واذا انت حاب تغير الخط الكنتور حتى تبين الارتفاعات، تروح على بروبرتيز مالته ونعطي اللون يخليه يختلف حتى يكون مغاير، يكون ظاهر هنا. هسه هذا باللون الازرق مع الاسود نوعا ما صاير تقارب، فهروح على نفس الخيار الخاص بالليبل هنا، لاحظ انطي اللون، يقول لي تريد الكتابة تظهر بيا لون، كان اقول هسه مثلا احمر اختارينه، تمام. لاحظ هنا هسه صار تغيير، هاي الخطوط الكنتورية ظهرت انه كلش قد تقدر تظهرها. فهذا هنا أنا أتمنى تكون واضحة أمامكم إن شاء الله. هذا المحاضرتنا هذا اليوم، how to create إحنا نسميه الكونتور لاين depending on الكونتور لاين depending on، بالاعتماد على مثلا كأن يكون الجريجنت فيتشرز الإليفيشن after applied using a gradient feature، اللي هو يكون دائما أرتب وأفضل. إن شاء الله راح أنزل لكم هذا الفيديو بالقناة، نلتقيكم بفيديوهات قادمة. نحتاج منكم الدعم، دائما السبسكرايب ونشر هذه المعلومات لأصدقائكم ممكن يستفادون منها، خاصة لطلبة الدراسات العليا. نلتقيكم بمحاضرات قادمة، دمتم بأمان الله وحفظه. وأي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلون القناة عن طريق الإيميل الخاص بها أو عن طريق التعليقات.